ثلاثة طالتهم حملة الترقية بعد موسم مفعم بالجهد والنتائج المميزة، وثلاثة أدركهم الغرق لتلقي بهم أمواج الخيبة على ضفاف قسم الهواة: مولودية بجاية، جمعية عين مليلة، أهلي برج بوعريريشة. ثلاثي رسم تواجده في المحترف الأول عقب موسم كان استثنائيا وبكل المقاييس. حقق أبناء يما غوريا أكبر قدر ممكن من الانتصارات، بلغ 17 خارج وداخل الديار برصيد نقطي محترم قوامه 60، وضعتهم مبتعدين في الريادة بفارق 6 نقاط عن أقرب الملاحقين. أما الوصيف فاسمه جمعية عين مليلة، فريق عريق بحث عن مجد ضائع، فكان له ذلك بعد 15 سنة من الغياب عن دور الأضواء. أما ثالث الملتحقين بموكب أصحاب السعادة فهو أهلي برج بوعريريج، الذي حقق صعود في آخر رمق من السباق المحتدم. وبالنزول إلى قاع الترتيب نجد أن المحترف الثاني سيفتقد ثلاثة من أعرق أندية النخبة في البلاد. كيف لا والأمر يتعلق بالمدرستين العريقتين غالي معسكر وشباب بتنا، بالإضافة إلى شباب عين الفكرون.